السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ وعليكم السلام. هلا وعليكم يا أستاذ. إن شاء الله الصوت واضح والصورة؟ اي نعم أستاذ واضح. نعم أستاذ. تمام. نعم، إن شاء الله محاضرتنا اليوم عن الشابتر الثالث. هذا الشابتر الثالث هناخذ به مثال، يعني مثال من الحياة العامة، زين، ونطبقه على أنواع مختلفة من شبكات النيورال. زين، هناخذ طرق مختلفة، 3 طرق. زين، طبعا هنا هناخذهم بصورة عامة بس حتى نفتهم إنه هذه الطرق وشون قاعدة تشتغل. زين، وإن شاء الله بالأفصل القادمة هنفصل طريقة طريقة، هي 3 طرق إن شاء الله. زين، المثال مالتنا هو شنو؟ يقول لك عندك تاجر. زين، السلام عليكم أستاذ تاجر أسامة ابو أمين. صفحة. وعليكم السلام. ما اعرف بدي اتكلم من هو، بس هو بالشابتر الثالث. زين، بداية الشابتر الثالث. عفو أستاذ، شلونك يعني أستاذ؟ انا وسهلا. أستاذ ممكن يعني ريفيو على المحاضرة السابقة على مود ما ننساهن، يعني نكمل معلوماتنا وياها على مود تكملة. ماشي إن شاء الله. شكرا أستاذ. طلاب، ملخص المحاضرة السابقة انه اخذنا بالبداية قلنا حتى نعرف النيورال هي شنية، اخذنا عبارة عن سنجل انبوت نيورال. زين، اللي هو عندي شنو؟ عندي مدخل واحد، عندي مدخل واحد، وقلنا هذه الدائرة هي مو موجودة فعليا كجهاز او ككونترول اريد ان استخدمه. زين، بس احنا لازم نعرف فشي مبسط على النيورال، بعدين اخذ النيورال اللي انا استخدمها. زين، هذا انبوت واحد ويا شنو دبليو، هذا هو الويت مالته، وعندنا البي، وعندنا الانبوت الثاني هذا هو واحد، هذا دائما قيمته واحد، واضح؟ وهذا البايس يدخل على سمايشن يعطيني نت انبوت. اذا النت انبوت هو شنو؟ هو دبليو في بي زائد البي، واضح؟ يدخل على ترانسفير فانكشن، وقلنا عندي عدة أنواع للترانسفير فاكشن. زين، ممكن أني أحددها بالسؤال، ممكن أصلا هي النظرية أو اللي أنا هستخدمها مثلا بيست تران هاف فيلد هي أصلا ثابتة مالتها الترانسفير فاكشن، أو إنه أني حسب فهمي للموضوع أنا أختار الترانسفير فاكشن المناسبة للتطبيق مالتي. زين، هيعطيني الأي. إذا الأي هو شنو؟ هو ترانسفير فاكشن W في B زائد P. تمام؟ أخذنا أنواع مختلفة للترانسفير فاكشن. زين، اللي هي بالجدول هنشوفها هسه. هذا هو الجدول، وقلنا هذا الجدول هو حفظ. قلنا هذا الجدول هو حفظ، يعني بالسؤال مثلا المفروض او بالدائره انه عندك مثلا الهارد ليميت او السيمتريك هارد ليميت، انا لازم اعرف هي السيمتريك هارد ليميت شنو، شلون تشتغل شنو تشتغل، واضح؟ زين، فقلنا هذا تحفظه، ايضا الاختصار مالتها. انتقلنا للمالتي انبوت. المالتي انبوت اللي هو اصلا هو انا راح استخدمه في دراستي، يعني زين، هو مالتي انبوت، كل انبوت الى ويت خاص بي. زين، هاي البي 1 لها شنو؟ دبليو 1 1. شنو هذا الوان الاولى؟ الوان الاولى اللي هي النيورال الاولى، هسه راح نشوف مالتي نيورال او مالتي لاير. زين، هذا الدبليو الثانيه، عفوا الرقم الثاني، هذا واحد للتابع لمن؟ للبي 1. زين، الانبوت الاول. هنا ايش راح يصير؟ نفس القانون مالتي،
بس هنا انا بدل ما اصير فيكتور هصير ماتريكس. تمام، شلون احسب النت انبوت؟ النت انبوت W1 في البي 1 مالته، W2 في البي 2 مالته، وهكذا. زين، هذا ايضا رسم شكل ثاني لها. زين، هي نفس الشيء. يعني انتقلنا للمالتي لاير، او عفوا بالبدايه سنجل لاير، هذا تعتبر سنجل لاير. زين، هذه هي سنجل لاير. شو وقت تصير مالتي لاير؟ انه اضيف الها مره ثانيه هنا. زين، اللي هو نفس بالشكل هذا. هذا هو فيس لاير، وهذا سنجل لاير، وهكذا. واضح؟ هذا ملخص كل ما درسناه بالمحاضرة السابقة. زين، بالبداية هذه هي المواضيع، هي فقط انه شوي شوي بدنا ندخل بالمواضيع مالتنا. واضح؟ شكرا استاذ. العفو استاذ ياسر. نعم احمد. استاذ ياسر، واللي تشابتر 2 تهنا مدموجات مدموجات، هو تشابتر 2 تشابتر 1 مدموج، يعني اخذها من عندي. زين، نفس الشيء. لا استاذ، استاذ مهندس، انا شفت بتشابتر 2 اكو اي تربيع وبي 1 وبي 2، هاي الامور وين؟ ما ذكر. وين وين هاي وين؟ والله ما اعرف، هاي السايد ملزمه هي نفسها قدامي، مال استاذ، مال الدكتور لفته. هي هاي ما ترى استاذ، نفسها، هي هاي نفسها ترى. استاذ راح ادزلك اياها على التليجرام. تمام 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 ماشي دكتور. بس هو انا اي شيء شرحت لكم هو هذا اللي موجود، اي شيء ما شرحه يعني ما مطلوب. تمام، ننتقل تمام للتشابتر استاذ. الثالث. زين، رجاء انتبهوا لي بهذا التشابتر وهذه المحاضره لانها مهمه ان شاء الله. زين، المثال اللي انا راح اخذه هو شنو هو؟ عندي تاجر، زين، عنده مخزن بيع انواع مختلفه من الفواكه والخضروات. زين، شو يريد هو هذا؟ يريد يعني هذا الفواكه والخضروات افصلها، يعني مثلا هتجيني مثلا خضروات واحد اريد افصلها، الفواكه واحد. زين، يعني عندي هذا الشكل اللي امامنا، عندي هذا كونفرتر اللي هو ناقل، زين، ينقل الفواكه والخضروات. طبعا هذا كمثال، يعني طبعا مو موجود على ارض الواقع، بس يعني نريد نبسط الامور. زين، عندي هنا أنا شنو؟ عندي ابل هنا، أنا عفوا ابل، وهنا أنا اورنج. زين، انا شو اريد؟ اريد عبر هذا الناقل انه يخلي لي الابل هنا والاورنج هنا. واضح؟ زين، جيت انا كمهندس اريد اصمم انه اريد افصل هذا الابل واحد والاورنج واحد. زين، ايش خليت؟ جيت خليت هنا أنا سنسر. زين، انا من طريقه شلون اريد اعرف انه الجهاز يفرزن لي بين الابل وبين الاورنج، شو راح اسوي؟ هقول انطي البروبرتيز مالت الاورنج والابل. شو اقول؟ عندي الشيب، الشكل مالتهم. زين، التكستشر، الملمس مالتهم، مالت الابل والاورنج. زين، والويت، الوزن مالتهم. واضح؟ زين، شو راح اقول؟ اقول الشيب، الشكل مالتي، انطي واحد اذا كان راوند، وانطي سالب واحد اذا كان اليبس بيضاوي. زين، اجي على التكستشر، الملمس، انطي واحد اذا كان سموث، انطي سالب واحد اذا كان راوث خشن. زين، الوزن، انطي واحد اذا كان اكبر من باوند، مور ذان 1 باوند، وانطي سالب واحد ليس ذان 1 باوند. للدخول ترى سهله ما بيها شيء، شوي شويه هتوضح عندكم. زين، اذا هنا أنا هذا السنسر، هذا ايش راح يسوي؟ هو يفرزن لي بين الشيب والتكستشر والويت، يعني يقول الشيب هذا اما راوند او اليبس، التكستشر اما راوث او سموث، الويت اما اقل او اكثر من 1 باوند. زين، واذا نشوف هنا أنا هذا طالع 3 خطوط، اللي هي شنو هي؟ هذه الشيب والتكستشر والويت. هذا شنو هنا أنا عندي؟ هي النيورال نتورك. زين، اذا السنسر هو فقط يحدد لي
نوع الشيب ونوع التكستشر ونوع الويت. النيورال نيتورك انا هذا راح ابنيها من عندي. عفوا استاذ شنو التكشر؟ ما ادري شنو الكلمه هذه. الملمس، ملمس زين، تكشر ملمس، الشيب يعني الشكل، الويت الوزن زين. التكشر اما يكون سموث اللي هو ناعم او روث انه خشن. هسه راح نشوف شوي شوي زين، بس صبروا علي. النيورال نتورك انا راح ابنيها هنا أنا. زين، هي راح تفصل بين الاورنج والابر على اساس شنو؟ على اساس هذه المعطيات اللي انا دخلتها. زين، يعني هذه النيورال اللي انا راح ابنيها هي راح تقول للستور المخزن، تقول له افتح هذا ابل، افتح هذا اورنج، واضح؟ زين، هسه شوي شوي ان شاء الله. هسه انا شنو عندي الانبوت مالتي؟ الانبوت هو اما اورنج او ابل. زين، هذا هو الانبوت، هذا هو البي. زين، شو راح اسمي؟ اسمي الفيرست مالتي اسمي شيب، هذا شيب. زين، السكند راح اعطيه التكستشر، هذا التكستشر. الثيرد هنطيل الويت. اذا صار هذا الانبوت مالتي، هسه ايش راح اسوي؟ ابني الابل والاورنج. نجي البروتوتايب، بروتوتايب يعني الانبوت او مواصفاته للابل، عفوا هنا على الاورنج. زين، اجي على الاورنج، اول شيء ايش قلنا؟ قلنا الشيب، الشكل مالتي انطي واحد. ليش؟ الاورنج شنو شكله؟ شكله دائري كنا نعرف. زين، انطي التكستشر، هذا هو التكستشر. الملمس مالتي مالت الاورنج هو شنو؟ سالب واحد اللي هو روث خشن. الملمس مالت الاورنج هو خشن. زين، فانطي سالب واحد. زين، الويت هو اكيد اقل من واحد باوند، انطي سالب واحد. زين، ارجع عيد، دريد اني احول شكل الاورنج الى شنو؟ الى ارقام. زين، شلون؟ قلنا همثل الاورنج بشيب وتكستشر وويت. زين، الشيب مالت الاورنج هو شنو؟ هو راوند، اذا انطيه واحد. زين، التكستشر هو شنو؟ هو روث خشن، انطيه سالب واحد. الويت هو شنو مالته؟ اقل من واحد وباوند، انطيه سالب واحد. زين، انتقل للابل. الابل الشيب مالته هو شنو؟ هو ايضا راوند، انطيه واحد. زين، التكستشر مالت الابل هو شنو؟ هو سموث. التكستشر مالت الابل السطح مالته هو سموث. زين، الوايز مالته اكيد من اقل من سالب واحد. زين، فيصير واحد واحد سالب واحد. اذا الاختلاف انا مالته شنو؟ عندي اختلاف بالتكستشر، واضح؟ بس اني راح اخذ طرق مختلفه. هنا انا راح ندرس ثلاث طرق. زين، شلون راح افصل او شلون راح ابني نيورال نتورك تفرزني بين الابل والاورنج، واضح؟ زين، اول طريقه هي البيرسيتران. زين، طبعا هنا ان شاء الله هاي المحاضره بس راح ناخذ الشرح مالتها، وان شاء الله المحاضره الجايه القادمه هتكون الامثله الحل مالتهم بالتفصيل. زين، اول شيء البيرسيتران. قبل ما اشرح البيرسيتران، بيرسيتران الملخص مالتها انه اني عندي انبوت. زين، مثلا عندي هذا بي 1 وعندي هنا هذا بي 2. شو اريد انا بالبيرسيتران؟ اريد اوجد خط مستقيم يفصل لي بيناتهم. زين، هذا الخط المستقيم يعني نوجد انفينيت نمبر من هذا الخط المستقيم. يعني شلون؟ يعني ممكن يجي عبد العزيز عفوا يجي يقول انا ارسم هذا الخط هنا، اقول له صحيح يفصل بين هذا وهذا. يجي احمد يقول هذا الخط. زين، فانا عندي عده خطوط، فانا شريد اريد اوجد هذا الخط اللي هو شو اسمه الباوندري ديسيجن، ديسيجن باوندري اللي هو الخط الفاصل بيناتهم. ان شاء الله هذا الموضوع ايضا بالشابتر الرابع اللي احنا ناخذه بعد اسبوعين راح يوصل نعرف شلون نوجده بالضبط. زين، بس هناخذ كشرح بسيط له هذه المحاضره. زين، الدائره مالتي مالت البيرسيتران
هذه سنجل لاير بير سترون، هذه ثابته وهذه حفظ. يعني لما انا اقول لك او جي ارسم صمم لي دائره بالبير سترون ترسم لي اياها زين، لما اجي اقول لك ديزاين نيورال نيتورك عن طريق البير سترون او عن طريق الهاف فيلد او عن طريق اي نظريه، انت المفروض توجد فقط شغلتين اللي هي شنو هي؟ الويت والبي زين، اللي هو هذا شنو هذا؟ انا اريد اوجد هذا القانون. انا ايش عندي بهذا القانون مجاهيل؟ الدبليو اللي هو الويت، وعندي البي زين البايس، وهذا البي هو الانبوت، هو اكيد يعطيني اياه بالسؤال، واضح؟ فاذا لما يقول لك اي ديزاين على اي دائره او اي نيورال نتورك زين، انا اوجد الويت والبايس مالتي، واضح؟ زين. انا اشوف هاي الدائره من ايش متكونه؟ متكونه من انبوت، طبعا مالتي انبوت زين، وعندي ويت وعندي بايس، هيدخل المن، هيدخل السميشن، هيعطيني نت انبوت، هيعطيني على ترانسفير فانكشن. ترانسفير فانكشن بالبير سترون هي ثابته، هي شنو؟ السيمتريك هارد ليميت زين، اللي هي اما سالب واحد او واحد، هذا الرسم مالته، فيعطيني الاي زين. قبل ما ندخل بالموضوع مالتنا، خلينا ناخذ مثال ابسط عن البير سترون اللي هو 2 دايمنشن. عندي ال 2 دايمنشن مقصود بي 2 انبوت زين، هذا بي 1 هذا بي 2، كل واحد له ويت خاص بي زين. عندي هذا النت انبوت وهذه هي الترانسفير فانكشن، هي مالتي ثابته سيمتريك هارد ليميت. فرض ثاني، فرض يعني هو كهيك مثال بريد افهم الموضوع، ان الويت الاول هو شنو؟ سالب واحد، والويت الثاني هو واحد، وفرضت البي هو يساوي لي سالب واحد زين. المعادله مالتي او القانون مالتي اللي انا اعرفه اللي هو هذا النت انبوت، هذا النت انبوت بالبير سترون يقول لك لازم يساوي لك صفر حتى توجد الديسيجن باوندر، قلنا شنو هو الخط الفاصل. ايش شلون؟ خلينا نجي نفصلها، اريد اوجد الديسيجن باوندر، واضح؟ ايش قلنا القانون مالتي؟ W1 B1 W2 زائد W2 B2 زائد لل B، تمام؟ هذا هو القانون مالتي، ما اجيب شيء من عندي. ايش عندي هذا؟ يقول لك اما اصغر من صفر يعتبر كلاس 1، او اكبر من صفر، طبعا هنا اكبر من صفر كلاس 1، اقل من صفر كلاس 2، زين؟ هاي تبكيفك يعني، بس تريد نفصل بيناتهم. ايش قلنا؟ قلنا احنا هو نعطينا مثلا او كمثال W1 سالب 1، W2 1، ال B 1. هو الصور سالب 1. اي سالب 1. زين؟ هنا سالب. اجي هذه وين اعوضهم؟ اعوضهم هنا. شو يصير؟ يصير هنا سالب B1 زائد B2 سالب 1. قلنا شو يساوي المفروض؟ صفر. هذا وين؟ فقط بال البير سترون حتى احسب الديسيجن باوندري زين. ايش اقدر احول هذا الواحد؟ احوله هنا، أنا اقدر اكتب هذه المعادله بي 2 اللي هي هاي بالزائد، هاي سالب بي 1 تساوي لي واحد زين. اريد اوجد هنا النقطتين، عندي هاي المعادله اريد اوجد نقطتين بيها، شلون؟ اعوض البي البي 2 صفر، ليت بي 2 صفر زين، اذا البي 1 هو شو يساوي لنا؟ سالب واحد، هاي النقطه الاولى. اجي اعوض البي 2 عفوا البي 1 صفر، البي 2 جت تطلع لي واحد، جيت ارسم هذني النقطتين، شلون ارسمهن؟ سالب واحد بصفر، هذا البي 1 جيت رسمت، هذا البي 1 وهذا بي 2، قلنا البي 1 سالب، هذه سالب زين وصفر، اذا هذه النقطه الاولى، تمام زين. النقطه الثانيه وينها؟ صفر بواحد، واحد البي 1 البي 2 عفوا، هذا صفر هذا واحد، هذه هي اذا النقطة الثانية، واضح؟ هسه لما اوجد اريد افصل بين البي 1 والبي 2، هذا البي 1 وهذا البي 2،
زين المفروض اوجد هذا الخط المستقيم، هذا هو decision boundary. زين بس اوصل بين هذه النقطتين، هذا شو يعتبر؟ هذا هو كلاس 2، وهذا اللي مظلل كلاس 1. زين طلاب ان شاء الله شوي شوي راح تفهمون شلون راح ارسم. ان شاء الله قلنا هذه المحاضره او هذا الشابتر هو فقط بس يريد يفهمنا شنو البيرسيتران تشتغل. البيرسيتران انا عندي شنو؟ عندي تو كلاس او تو انبوت، اريد افصل بيناتهم، اوجد خط مستقيم فاصل بيناتهم. زين وان شاء الله بالشابتر القادم هنعرف بعد اكثر شلون. زين اذا نرجع على موضوعنا او الى الابل والاورنج، اللي هنا هو انا عندي 3 دايمنشن. عندي شنو؟ البيات، البي 1 هو الاورنج، والبي 2 هو شنو؟ هو الابل. زين هذني على شنو؟ نشوف هنا طبعا هنا سمول لتر بولد. زين هنا مائله، قلنا احنا شنو المحاضره السابقه؟ قلنا اتفقنا بولد اللي هو فيكتور. زين وسمول لتر ومائل اللي هو شنو؟ هو سكيلر. زين اللي هي المقصود شنو بهم ذني؟ اللي هي الواحد التكستشر والشيب والوايت. تمام زين فهذا هو شنو بي 1 وبي 2 وبي 3. هذا الشيء يمثل البروبرتيز مالت الابل والاورنج. تمام ايش سويت اني حتى اوضح هذا الشكل؟ هذا طبعا ما موجود، اذا تحبون طبعا كتبون ذني الملاحظات. زين حتى السابقه ايضا عندي البروبرتيز هي شنو؟ هي الشيب والتكستشر والويت. سميت الشيب بي 1، سميت التكستشر بي 2، سميت الويت بي 3. زين هذا هن رسمت 3 دايمنشن. زين وهذا الاورنج قلنا هو 1 سالب 1 سالب 1، 1 1 سالب اي 1 1 سالب 1. زين شوي خل ابسطها اني، جيت سويت قلت خل ارسم 2 دايمنشن مثل السابقه. زين اجي ارسم هذني، هذا الاورنج شنو هي النقطة مالته؟ النقطة مالته هذه اللي هي سالب واحد بسالب واحد، مو اجي اخذ هذا سالب واحد بهذا، لا هذا الابل شنو هي النقطة مالته؟ نقطة سالب واحد بسالب واحد، اجي ارسمها، وين النقطة سالب واحد؟ هذه هي النقطة سالب واحد بسالب واحد. تمام؟ النقطة الثانية مالت الابل هي شنو؟ واحد بسالب واحد، واحد بسالب واحد. واضح؟ رسمتهم. زين. اجي هسه ارسم الديسيجن باوندري. بنظركم ابسط شيء ممكن انا اقول هذا، ممكن اقول هذا. زين. عندي قلنا شنو؟ انفينيت نمبر. انا ابسط شيء راح اخذ هذا. اللي هو شنو؟ اللي هو البي 2 يساوي لي صفر. صح؟ اللي هذه نقطة هذا اخذه. هذا هو الفاصل بيناتهم. زين انا شو جاي اسوي؟ قلنا شوف البي 2 يساوي لي صفر. ايش قلنا؟ قلنا لما اريد اصمم بيرسيتران او عفوا اي دائره انا شو احسب؟ احسب الويت والبايس. زين هذا الويت ايش فرضت؟ فرضه صفر واحد صفر. زين والبايس شو يساوي لي؟ يساوي لي صفر. اجي اقرا. زين ليش هيك اختاريتين؟ هسه نشوف ليش اختاريت هالصيغه انه صفر واحد صفر والبايس صفر. هسه نشوف. اجي انتقل على اريد احسبهم. عندي هذا شنو هو؟ هذا الاورنج. انا اريد النيورال نتورك شو تطلع لي؟ طلع لي اورنج وابل. تمام؟ زين. عندي هذا ال هذا هو شنو؟ هو البي. زين هذا البي 1 مالت الاورنج، وهذا البي 2 مالت الابل. زين اذا اجي الاحظ بيناتهم، هذا ايش عندي هنا؟ واحد. زين هنا أنا عندي واحد نفسه، هنا أنا عندي سالب واحد، هنا ايش عندي ثاني شيء؟ واحد، هنا ايش عندي؟ سالب واحد بواحد. شنو الاختلاف؟ الاختلاف هو فقط ب الثاني شيء اللي هنا انا عندي سالب واحد بواحد.
زين، فاذا هذا هو الثاني هو اللي يحدد لي هذا اما اورنج او ابل. ليش؟ لان البقيه مش شابهات. بالبدايه ايش عندي؟ عندي هنا واحد وهنا واحد، وهنا عندي سالب واحد بسالب واحد، واضح طلاب؟ فاذا ثاني واحد هو اللي يحدد لي اما ابل او اورنج. فاذا ايش راح اسوي اني؟ هصفر اول شيء، هذا صفره صفر. ليش؟ لان هذا الصفر بيش راح ينضرب هذا، شيء يعطيني صفر. هذا انطيني رقم واحد. ليش؟ لان هذا ينضرب في هذا شيء يعطيني، هيعطيني السالب اللي هو شنو؟ اورنج. زين، الثالث صفر في الثالث صفر، اذا هيروح. وكذلك هنا أنا. فاذا شو اريد اني؟ اريد اوجد فد رقم، او عفوا مو رقم، فد فيكتور يمن اضربه بالبي يعطيني سالب واحد، يمن اضربه بالبي 2 يعطيني واحد اللي هو ابل. زين، بس هنا أنا هاي شو نصيح لها؟ اذا ما اخذيها بالكونترول بالبي اي دي، يمن اوجد الباراميتر مالت البي اي دي البي والكي والدي. زين، سحوا له تراي اند ايرور، اقعد اجرب. زين، فهنا أنا ايضا اقعد اجرب. نجي نصيح لها هنا أنا بالعاميه ترهيم، اي نعم ترهيم. اجي اعرف، اجي اوجد فد ارقام، انه أو عفوا اوجد فد فيكتور، يمن اضربه بالبي يعطيني سالب واحد، يمن اضربه بالبي 2 يعطيني واحد. شنو هو الفكتر؟ هو الفكتر صفر واحد صفر. ليش؟ على اساس شنو؟ على اساس انه هذا الاول رقم الشيب ماتي هنا مش ساويات، نفس الشيء. الاختلاف فقط وين؟ بالتكستشر. زين، فخليت هنا شنو؟ هنا انا خليت واحد. زين، وكذلك هنا البي صفر حتى ما راح ياثر. زين، هنا البي ايضا صفر. زين، ممكن هذا الترهيم مو دائما يعني يكون بصالحي او يكون يعطينا نتائج مضبوطه. زين، اذا راح نشوف مثلا على سبيل المثال اخذنا بي انه كلهن سالبات. زين، وهذا كلهن سالبات، هو اصلا مو اورنج ولا ابل. زين، ايش راح يطلع لي اياه؟ شوف السنه ايش طلع لك اياه؟ ضرب صفر في سالب واحد صفر، واحد في سالب واحد سالب واحد، المفروض يطلع لك سالب واحد هو اورنج. زين، فطلع لك اياه اورنج. بس لما تجي المفروض هو هذا مو اورنج. زين، بس هذا اول طريقه نريد تعلمك شلون اوجد الواي تو البي، انه ممكن اوجدها تراي اند ايرور، يصيحوا لها انه اقعد اجرب عما يجيني الناتج. زين، ان شاء الله هاي فقط بالشابتر 2. ان شاء الله بالشابتر الرابع، عفوا بالشابتر 3، بالشابتر الرابع هناخذ بالضبط شلون اوجد الويت والدبليو، عفوا الدبليو والبي. تمام طلاب، قبل ما انتقل واضح هنا أنا اتصور شويه يعني صار شويه عندكم اسئله هوايه، بس شويه شويه راح توضح عندكم ان شاء الله، وان شاء الله المحاضره ايضا القادمه من شويه ناخذ امثله توضح عندكم قبل ما اكمل. واضح لحد الان؟ استاذ العفو، يعني هنا الصفر واحد صفر احنا فرضناها. احسنت، اي انت فرضتها على اساس شنو؟ شلون خلينا نقول احنا بالعاميه ترهيم. زين، طبعا ما يسمى مصطلح ترهيم بالهندسه، بس يعني خلينا نقولها احنا حتى نفتهم الموضوع بعد اكثر. زين، انه اوجد تراي اند ايرور مثل البي اي دي. اذا شويه ما اعرف اتخذتوه العامل بي اي دي او لا يا دكتور محمد؟ او اصور سنه تاخذون ترابع، سنه تاخذون كنترول، سنه تاخذون. اي نعم استاذ، اي سنه تاخذون. تاخذون البي اي دي كونترول. هذا شنو البي اي دي؟ يقول لك عندك البي دي والبي كي والى اخره. هذني شلون اجتهد؟ يقول لك هذول المهندسين قالوا احنا نجرب ارقام، احنا نضيف ارقام من عندنا عما يطلع لنا الناتج الصحيح. تمام، كذلك هنا أنا. زين، وقلنا بالشابتر الرابع ان شاء الله يما هناخذ البيرسيتران بصوره اوسع هنعرف شنو الطريقة اللي نوجد عن طريق الرسم ال W وال P مالته. زين، قبل ما أكمل بعد أكو أحد عنده أسئلة؟ تمام نكمل لعد. زين طلاب، ردوا فون إن شاء الله ماكو شيء
صعب. زين شويه شويه راح توضح لكم الامور بعد اكثر اكثر، وكذلك بالامثله راح ناخذها المحاضره الجايه. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ افراء. اي نعم استاذ. نعم. اليوم استاذ الظاهر ما اعرف احنا تعبانين، ما ادري اليوم الثلاث محاضرات شفناها صعبه، ما اعرف شنو السالفه. لا باع افراء هسه شوفين قلت لكم ترى حتى انا هو ابو الكتاب قال لكم شويه شويه، اذا ارجع على الكتاب مالتي بالبدايه او واحده موجوده عندكم قال لكم شويه شويه الله تفتهمون هذا الشرح، شويه شويه الله تفتهمون الموضوع. زين فانتم هم شوي على كيفكم، زين لا تدوخون ان شاء الله سهله، والمحاضره القادمه هم راح توضح لكم. زين شوف ساي اصور بعد اسهل لين واضحه ان شاء الله. الهامينج نتورك، الهامينج نتورك شو يقول لك؟ هذه الدائره تقول لك هاي تتعامل ويا الباينري انبوت. زين الباينري انبوت احنا كنا نعرف انه اما يجيني باينري هو شنو ماخذينه باللوجيك اللي هو واحد او سالب واحد، واضح؟ هذا هو يعني الانبوت مالتي البيات المفروض تجيني شنو؟ تجي هنا سالب واحد مثلا، واحد سالب واحد وهكذا. زين على سبيل المثال يعني ما يتعامل ويا صفر، ما تحل لي هذا النيتورك هامينج نيتورك صفر بها نار صفاره، تمام؟ زين من ايش متكونه من الهامينج نيتورك؟ متكونه من تو لاير. شنو هي هاي التو لاير؟ يصلحوا لها الفيد فورورد والريكرنت او الفيدباك لاير. هذه هي الدائره مالتي، هذه الدائره مالتي. زين هذه هي الامامنا الدائره مالتي، هذه الفيد فورورد. زين شنو بيها؟ هذه ثابته احنا ماخذيها. زين شنو عندي؟ نانا انبوت يدخل دبليو، زين نانا بي زائد سمايشن، واضح؟ يطلع لي نت انبوت، وهنا عندي ترانسفير فانكشن، ايضا ترانسفير فانكشن هنا ثابته مالتي هي البيور لينير اللي هي تعطيني نفس الشيء. زين يعني الان هنا راح يطلع لي هو نفس الان اللي هنا، تمام؟ زين هيطلع لي اي، هذا الاي وين راح يدخل؟ هيدخل على ريكرنت نيتورك. زين هذا الريكرنت نيتورك شنو؟ هاي عمليه تكرار. شنو يعني عمليه تكرار؟ يعني جيت هنا أنا هاخذ يصلحوا له اتوريشن، هيمر عليكم هواي كلمه اتوريشن. شنو يعني اتوريشن؟ يعني اجي دخلت هنا أنا بعدين دخل على ويت جديد، شوف هنا الويت يختلف عن الويت باللاير الاولى، هنا ويت يختلف، هنا شوف ويت 1 طبعا هنا واحد وهنا 1 2 يعني مو تربيع، مو قصد بيه تربيع، كذلك الاي اي هنا 2 يعني تريد تكتبها يعني مثل ما انت تعرف اي 2 يعني. زين فهنا عندي ويت وهنا عندي ويت يختلف. الريكرنت شنو يعني؟ الريكرنت او الاتوريشن انه طلع لك هنا مثلا على سبيل المثال خلي ناخذ طلع للاي مثلا خلينا ناخذ 10، هذا شو اسميها؟ خلينا نقول اي 1. زين هذا الاي 1 هتجي تدخل على من؟ على هذا الريكرنت. شو تصير؟ المفروض اي 1 تساوي شنو؟ او عفوا 2 هنا تساوي 10، تمام؟ زين اجي هذه احسبها عده مرات. زين ايش وقت اتوقف؟ اتوقف يمن مثلا اجي اطلع الاي 3 شلون؟ هسه راح نشوف مثال ان شاء الله. طلعت مثلا خلينا نقول 20، جيت احسب الاي 4 ايش قد طلعت؟ خلينا نقول 40. جيت احسب الاي طبعا انا اشوف الايتريشن هواي راح يجوز مثلا اكو اسئله هواي تطول، اي 5 طلعت لي مره ثانيه 40. زين هنا انا اقول وصلت للحل، هنا اتوقف. يعني شنو الملخص؟ انه
ايش وقت اخذ اتوقف عن الايتريشن او اتوقف عن الحل عندما يكون اخر حلين عندي مساويات. اذا هنا انا وصلت للحل مالتي واضح، بس راح نشوف بالمثال وتوضح لكم اكثر. زين هجي اخذ دائره 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 دائره، ايش قلنا؟ قلنا احسب الويت، يما انا اقول لي ديزاين احسب ويت 1 وبي 1 واحسب ويت 2 وبي 2 تمام. نجي على الفيد فورورد الدائره مالتي الاولى، شلون احسب الويت مالتي؟ شلون احسب البايس؟ اول شيء ستيب 1 احسب الويت 1 زين، قلت لكم تريدون الويت تكتبوها بهالطريقه او تكتبوها يعني مثل ما تعرفون انا هيجي واحد تمام، نفس الشيء ما عندي مشكله. زين الويت واحد شو يقول لك؟ يقول لك شلون تحسبه؟ يقول لك تاخذ البيات ترانسبوز زين، هذا مو هو الاورنج وهذا الابل زين، انا سويت بس اخذت ترانسبوز لهم وخليتهم ماتريكس وحده سهله. زين اجي احسب ستيب 2 البي واحد زين، شلون احسبها البي واحد؟ شو يقول لك؟ البي واحد از ايكوال تو ار زين، شنو الار؟ الار نمبر اوف اليمنت ان ذا فيكتور، يعني شنو؟ عندي هنا شنو؟ واحد اثنين ثلاثه زين، اذا ثلاثه هنا ايضا واحد اثنين ثلاثه، اذا ثلاثه بثلاثه. اذا مثلا صار لي هنا مثلا سالب واحد وهنا سالب واحد جاني، فالفكتور بي اربع يعني اربع اليمنت، شو يصير؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه. اذا شو يصير هنا؟ يصير اربعه باربعه مثلا 10، شو تصير؟ تصير 10 ب 10 شنو؟ عدد العناصر بالفكتور مالتي او بالانبوت مالتي زين؟ number of element in the input vector واضح؟ ال B1 وال B ال W1 وال B2 قبل ما اكمل، واضح هذا ذني؟ ها طلاب؟ نعم استاذ. استاذ اذا امكن اعاده بسيطه. اعاده احمد شوف عيني، اريد هسه اني قلت لك طيبك مساله، عندك مساله زين بها بي 1 وبي 2، هاي نعطيك المعلومه مالتي. شو ينطيك بالسؤال؟ ينطيك بي 1 وبي 2. هنا على سبيل المثال هو البي 1 مالتي يعني شنو؟ اللي هو اخذناه ابل اللي هو واحد سالب واحد بواحد. هنا أنا شنو؟ البي 2 واحد بواحد سالب واحد. نعم طبعا سالب زين، عندك هذا ابولو اورنج وقلت لك ابني لي او صمم لي دائره هامينج نتورك زين، انا بس اقول لك هيك صمم لي دائره هامينج نتورك حتى تفصل لي بين البي 1 والبي 2. انت تيجي شو تسوي؟ تيجي ترسم هاي الدائره زين، وراها شو تسوي؟ تحسب البي الدبليو 1 والبي 1 والدبليو 2 واضح؟ هذا اول خطوه بالديزاين. زين اجي اني جيت خطوه خطوه الفيد فورورد لاير، هاي هي الفيد فورورد لاير. شو يقول لك بالفيد فورورد لاير؟ الدبليو واحد شلون تحسبها؟ البيات تاخذ لين ترانسبوز، هذه هي البيات فقط شنو؟ اخذ لين ترانسبوز اقلبهن، الصف يصير عمود والعمود يصير صف زين، وهذا طبعا فيكتور بس راح يصير بهالطريقه، صف يصير العمود يصير صف تمام، وخليهم شنو فيكتور وحده، هاي الدبليو 1 واضح هاي سهله زين. الدبليو 2 عفوا البي 2 شلون؟ يقول لك ايكوال تو ار، الار هي شنو؟ هي عدد العناصر هنا، كم عنصر؟ واحد اثنين ثلاثه زين، اكتب ثلاثه، وكذلك هنا واحد اثنين ثلاثه اكتب ثلاثه، اذا كانوا 100 زين تكتب 100 ب 100 واضحه للبقية. تمام استاذ شكرا. سهلة البقية حتى قبل ما اكمل. واضحة ان شاء الله؟ زين كمل.
انت انه مش احسبهم، احسبهم عبر القانون مالتي اللي هو دبليو بي زائد ان بي، طلع لي هذا. تمام، هسه راح نشوف ايضا بالمثال، هنشوفه شلون يطلع النتائج. شو يقول لك؟ يقول لك اذا تريد الناتج هذا يصلحوا له شنو؟ الهامينج ديستانس، عفوا هذا الناتج زين يعني تقدر مباشره تحسبه شلون عبر هذا القانون. يقول لك 2R، الR اللي هو شنو؟ اللي هو 3 هنا المفروض زين، ماينس توايس ذا هامينج ديستانس. هامينج ديستانس شنو؟ هسه راح نشوف ان شاء الله شنو، واضح؟ هسه راح نشوف ان شاء الله بالمثال. زين، ننتقل على الريكرنت لاير. الريكرنت لاير انا فقط هنا انا شو احسب بها؟ بس عندي دبليو 2، فقط احسب الدبليو 2 مالتي. زين، ستيب 1 دبليو نوت. زين، الدبليو هذا او الدبليو صفر نفس الشيء. هذه ما اجيبها، هي المفروض نفسها مالت من؟ مالت من؟ مالت الريكرنت اللي جبتها انا حسبتها هذه. هذه نفسها اجيبها هنا أنا. على اساس شنو؟ على اساس الرسم. شوف الرسم، نرجع على الرسم، شوف هذه الاي جايه وداخله هنا أنا. ما تجي منها وتدخل على الدبليو. تمام، هذه شلون احسبها؟ شو يقول لك؟ يقول لك الويت الثاني شو يساوي لك؟ يساوي لنا واحد بابسلون سالب ابسلون سالب ابسلون واحد. زين، شنو هاي السالب ابسلون؟ شلون احسبها؟ سالب ابسلون يقول لك اي رقم اقل من واحد على اس سالب واحد. زين، او ماينس واحد. هسه راح نشوف ان شاء الله بالمثال. اس هي شنو هي؟ الاس هي هنا مثلا 3، فايش يصير؟ واحد على من؟ على 3 ناقص واحد. شو يصير؟ واحد على 2 يعني نص. اقل، عفوا عفوا عفوا، 2 2 يصير 1 على 1 على 2 يصير 1. نكتبها 1 يعني 3 ماينس 1. او عفوا هنا النيورال 2 2 انا الاس مو ار، غلط ثاني. هذه اس، اس هي شنو هي؟ هي نمبر اوف نيورال. نمبر اوف نيورال هي كم نيورال انا عندي؟ هذه النيورال الاولى، هذه النيورال الثانيه. زين، احنا اتفقنا هي شنو هي؟ تو لاير. فاذا واحد، هذه الاس هي نمبر اوف نيورال. اثنين سالب واحد شو يطلع لي؟ يطلع لي واحد على واحد ويساوي واحد. انت تاخذ اقل اقل رقم من الواحد، ومثلا 0.9 والى اخره. زين، هسه راح نشوف بالمثال واجي احسبهم. زين، اضرب بس شنو هنا أنا عندي؟ هنا أنا بالقانون مالتي عندي فقط دبليو بي البي او الاي مالتي. زين، خلينا نشوف مثال. يقول لك عندك هذا البي انت دخلته. زين، نال كل سالبات. طب هو جاي. زين، اجي احسب الاي واحد. اي واحد هو شنو؟ قلنا دبليو بي بي زائدا هاي البي. تمام، شو يساوي؟ هذه الدبليو من جبتها انا؟ هاي مالت الفيد فورورد. وينها؟ هذه قلنا شلون نحسبها؟ ترانسبوز. زين، البي هذه هي البي. زين، البي طبعا هاي بي وهاي بي. زين، البي هذه قلنا شنو؟ هي الار نمبر اوف اليمنت اللي قد 1 2 3، فصارت 3 ب 3. اجي هسه خل احسبهم، يصير 1 في سالب 1 شو يعطيني؟ سالب 1 زائد سالب 1 في سالب 1 شو يعطيني؟ 1. سالب 1 في سالب 1 شو يعطيني؟ 1. شو يطلع لي؟ هذا يروح ويا هذا، هيطلع لي يبقى 1.
واضح؟ هذا طبعا ضرب زين، اجي اضربه ذني الفكترات اثنين الماتريكس ويا الفكتر هذا، شو يعطيني؟ يعطيني واحد بسالب واحد، اجمعهم يعطيني اربعة باثنين، واضح؟ هذا هو شنو؟ هو الاي مالتي، هذا الضرب زين. اذا مثلا اريد اطبق هذا القانون اللي ايش قلنا؟ قلنا 2 ار ماينس ار زين، ماينس عفوا 2 الهامج ديستانس، هامج ديستانس هنا شنو؟ الاختلاف بين هذا اول واحد وبين هذا كله، هذا اول واحد، اجي اشوف الاختلاف هذا ويا هذا يشابه؟ لا، هذا ويا هذا يشابه؟ اي، هذا ويا هذا يشابه؟ يقول له لا. فاذا الهامج ديستانس ايش قد هنا؟ واحد. فش تصير؟ اثنين بي ار اللي هي شنو؟ ثلاثة ماينس اثنين في الهامج ديستانس ايش قد؟ واحد. شو يعطيني؟ اثنين في ثلاثة ستة، ناقص اثنين اربعة، طلع لي اربعة. شوف زين، اجي مرة ثانية هامج اجي على الثاني، هذا يشبه هذا؟ لا، هذا يشبه هذا؟ لا، هذا يشبه هذا؟ اي. اذا جد الهامج ديستانس فقط اثنين، فش تصير هنا؟ هامج ديستانس هنا عندي اثنين ثلاثة، عفوا اثنين في ثلاثة ستة، ستة ناقص أربعة ايش قد؟ اثنين، واضح؟ فإما توجدها عن طريق هذا القانون أو إذا تريد تتأكد تضربهم زين، بس هنا اللي يريد يشوفك إنه تقدر تحسبهم بهذه الطريقة زين. شو الأفضل؟ أنت عفوا اضربها. نعم أحمد، الـ R هي اللي تمثل عدد الصفوف بالـ لا P. لا لا الـ إي يعني عدد العناصر، خلينا نقول هيك حفظها زين، عدد العناصر اللي بيهم. هنا كم عنصر باوع؟ واحد اثنين ثلاثة زين. إذا مثلا جتك هذا الماتريكس واحد سالب واحد 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 سالب واحد، اجي هنا ايش قد ال ار؟ سالب واحد. ايش قد ال ار؟ واحد هذا، وهذا اثنين، وهذا ثلاثة، وهذا أربعة، وهذا خمسة. فإذا هنا شو أقول ال ار؟ ار شو تساوي؟ خمسة. خمسة. أستاذ ياسر، نعم. يعني نعتمد بس على الويت، بس على الدبليو؟ وين 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 وين؟ أي لا، وين قصدك؟ ال R من أريد ألقاها أعتمد بس على المصفوفة مال الدبليو عدد عناصرها؟ ال R ما ت... لا هي نفس الشيء، ال R مالت من؟ إذا تقدر على البي أو على الدبليو نفس الشيء. لأن ليش؟ لأن الدبليو هو شنو هو؟ هو ترانسبوز مات البي. نعم نعم تمام نفس أستاذ، الشيء تمام. نفس الشيء، واضح؟ نعم شكرا أستاذ، تمام نكمل. هسه أنا شو جديت؟ هذا الضرب مالت من؟ هذا الناتج مات الريكرنت، قلنا احنا هذا الناتج وين أدخله؟ أدخله على الثانية، الدائرة الثانية. شوف هذا الدائرة الثانية، هذا الاي حسبته انا، كملت هنا عند دبليو حسبت الدبليو ضربتهم جمعتهم طلعت الاي. الاي قلنا وين هيدخل؟ هيدخل على هنا على الريكرنت. خلينا نشوف الريكرنت هاي شلون حسبنا الدبليو مال. هسه نحسب الدبليو مالتها. الدبليو مالتها ايش قلنا؟ قلنا واحد سالب ابسلون سالب ابسلون واحد، هاي ثابته. والابسلون هي شنو؟ هي اي رقم اقل من واحد على اس سالب واحد. خلينا نجي نشوف، جاء هنا حسب الابسلون واحد على اثنين، شلون؟ ايش قلنا احنا القانون؟ قلنا واحد على اس سالب واحد، زين، شو يصير؟ واحد على الاس ايش قد؟ اثنين، اثنين سالب واحد، شو يطلع لك؟ واحد على واحد، شو يطلع لك؟ واحد، انت بكيفك هنا تختار لي اي رقم اقل زين من الواحد، تاخذ 0.1 او 0.2 او 0.5 او 0.9 او 0.75 كيفك، اي رقم تقدر انت تاخذه. هو ايش مختار؟ مختار النص. واضح هاي الخطوه؟
اسألوني قبل ما أكمل. ها ماكو سؤال؟ قوموا زختوا بس خلي شوي نرجع عليكم. طلاب قلت لكم شوي شوي راح توضح الأمور عندكم. ها ما حد يجاوب. أستاذ بلا زحمة، هاي الخطوة الأخيرة، بلكي تتعيد لي إياها. الخطوة الأخيرة شوف الخطوة الأخيرة، أنا شو أريد أحسب؟ أحسب هذه ال W، وين ال W؟ W الثانية. ثواني. هذه ال W الثانية. تمام؟ زين. إيش قلنا إحنا ال W الثانية؟ شلون أحسبها؟ هذا هو القانون مالته ثابت. تمام؟ شلون هذا القانون؟ يقول لك واحد بس ثواني طلاب بس شوي عندي تمام اسف طبعا نرجع دبليو الثاني هو شنو هو يقول لك واحد ابسلون سالب ابسلون سالب ابسلون واحد زين شلون احسب هاي السالب ابسلون هاي اجي هنا شو يقول لك هو قلنا واحد على اس اللي هو الابسلون شو يساوي لنا واحد على اس سالب واحد زين الاس هي شنو هي عدد النيورار بالدائره مالتي وين هي عدد النيورار مالتي هذه هي النيورا الأولى، هذه النيورا الثانية. إذا كم واحدة عندي؟ عندي اثنين. زين، فش تصير؟ الإس هي اثنين. اثنين سالب ناقص واحد واحد، يصير واحد على واحد. شو يطلع لي؟ يطلع لي واحد. شو يقول لك هو؟ يقول لك أي نق عفوا أي نمبر ليس ذان واحد. فأنت بكيفش؟ تختارين 0.1، 0.9، 0.5. هو ايش مختار؟ مختار نص. واضحة؟ ها نور. ونور كانت؟ تمام استاذ فهمتها. هسه شوي شوي راح توضح بعد اكثر. زين، خلينا نجي نطبق القانون. القانون هو شنو هنا عندي؟ عندي فقط دبليو اثنين وهنا الاي مالتي. اجي اضرب. اضربهم ايش قد تطلع هنا؟ صفر ثلاثة بصفر. طبعا هذا بوزيتيف لينير اللي هو شنو اللي هو اذا مثلا ثلاثة هيطلع لي نفسها صفر هيطلع لي نفسه صفر تمام زين اجي زين اتوقف لا هنا ايش عندي ريكرنت يعني اكمل مره ثانيه زين مره ثانيه ايش راح اسوي اجيب هذه الثلاثة بصفر مره ثانيه ادخلها على من؟ على W2 زين هنا ايش راح يصير لي؟ اضربهم ايش قد طلعت هنا ثلاثة سالب صفر البوزيتيف لينير اذا سالب شو يقول لك؟ طلع لك صفر واضح؟ هاي طبعا انتم المفروض تعرفوها زين طلعت لي ايضا صفر بثلاثة هنا أنا اتوقف ليش اتوقف هنا؟ أنا؟ لان طلع لي هذا وهذا نفس الشيء تمام؟ اذا مثلا طلع لي هنا واحد واحد بصفر شو اسوي؟ ارجع اكمل تمام؟ عرفنا شنو الريكرنت؟ الريكرنت شو وقت يتوقف؟ اتوقف انه يمن اخذ يمن يطلع لي اخر رقمين مساويات تمام؟ يمن يطلع لي اخر رقمين مساويات واضح؟ يعني على سبيل المثال طلعت لي اخر شيء او هنا أنا طلع لي مثلا واحد بصفر شو اسوي؟ ارجع اكمل ليش؟ لان هذا وهذا ما مساوي عفوا
الا شو وقت يتوقف الا يمن يساوم. تجي على هذا الناتج الاخير، قلنا توقفت 3 بصفر، هذا مش شابه او ما مش شابه؟ زين مش شابه، اذا نتوقف. زين هذا هو ابل او اورنج؟ شو اقول اني؟ هذا اورنج. ليش اورنج؟ شوف هاي انتبهوا على هذه الملاحظه، المفروض شو يطلع لك؟ يطلع لك فيكتور اخر شيء رقم وصفر، اما يطلع لك هيجي بالهامج نتورك يطلع لك هيجي رقم هنا رقم وصفر. زين هذا اذا طلع هيجي يعني هذا يميل المن للبي 1، هذا اذا طلع هيجي هذا المن الميل الى البي 2، على اساس شنو؟ نانا طلعت 3 بصفر، اذا الميل المن البي 1، اذا طلع لي صفر بثلاثه المن يميل للبي 2، واضحه؟ خل ارجع عليكم شويه شويه، ادري شويه 3 محاضرات وانا محاضرتي الاخيره، بس شويه خل نتناقش نتوقف ما اكمل المحاضره. ها شو اخباركم؟ استاذ بس ترجع على المثال، مو طلع انه ناقص 1.5 ليش اخذناه صفر؟ وين وين؟ ها ها ليش؟ شوف مش قلنا احنا قلنا البوزيتيف لينير، وين البوزيتيف لينير؟ نرجع عليها. قلنا ذني شوف وين البوزيتيف؟ هاي البوزيتيف لينير. نعم. شو يقول لك؟ يقول لك اذا الان اصغر من صفر، اصغر من صفر يعني شنو؟ سالب. يعني سالب يعني راح اخذ الصفر. صفر، شوف. فانت هنا لين طلع لي سالب تاخذه صفر. اذا طلع لك صفر تاخذه صفر. على اساس هذا. شوفه. نعم. هذني لازم تعرفوها. سيلات ترى هنا مو يعني حلوات. واذا طلع اكبر من الصفر ناخذه نفسيته. احسن. شوف شوف هو نفس هذا الرسم، انت تقدر تبوع على هذا الرسم، تقدر تحفظه من الرسم، تشوف هذا الرسم يطلع لك بس الموجب والسالبات كلها صفاره. تمام؟ بس نرجع لكم، بس شوي خلي انا اسال. وين عباس موجود؟ عباس لو عارف التليفون. وش تبغى؟ محمد موجود؟ نعم استاذ. محمد شلون المحاضرة؟ بعد شوي شوي قلت لكم شوي شوي راح تفتهم، بس يعني شوي شيء على شيء، واضحة إن شاء الله يعني؟ والله استاذ بدنا نسجل ملاحظات بس ما بدنا نعرف يعني احنا وش بدنا نسوي، شنو الموضوع، وين نريد نوصل. باو إن شاء الله باو المحاضرة القادمة هناخذ أمثلة نحلهن زين؟ وتوضح بعد اكثر عندكم الامور، بس هذه الامور الشرحيه انا لازم اشرح لكم اعطيكم محاضره يعني حتى تفهمون. هي الهندسه مو بس يعني مسائل، احنا لازم نفتهم احنا ايش بدنا نشتغل، وشوي شوي راح توضح عندكم. زين؟ ان شاء الله استاذ شكرا لك. يلا. هناخذ اخر موضوع عندنا اليوم. اللي هو الهوب فيلد او الهاب فيلد نتورك. هذه شنو هي؟ هذه هي فقط ريكرنت نتورك، هي بس فيها ريكرنت نتورك، نفس الرسم ذاك بس راح نضيف هنا شنو بي عندنا. زين هاي ظل تكرر. زين خلينا نشوف هذا شلون احسب البي والدبليو والبي مالتها، واضح؟ طبعا هنا مالتها ست لاين اللي هي وينها؟ هي سيمتريك ستراكشر لينير، هذه مالتها، هذه ايضا ثابته. اللي هي شو تطيب؟ اذا اقول لك اذا كان الرقم بالسالب يصير سالب واحد، اذا كان الرقم
بين السالب واحد والواحد هو n يعني بوينتات، زين سالب 0.5 تاخذه n نفسه يبقى يطلع نفسه سالب 0.5، زين اذا كان بالموجب تاخذه واحد تمام. هذه ايضا الدائره ما تحفظ، اجعل بي 0 هذه طيب بس عادة بسيطة قبل يا زحمة، عادة بسيطة المن لهذا الموضوع لو الغيره لا لا للجدول هذا جاي تحكي به بس هو من سوين طاها الصور شو يعني الصوت محقق اي طاها طاها انا وسيم شوف عيني طاها هذا الجدول قلنا حفظ زين يقول لك اذا مثلا جتك سيمتريك سيمتريك ستراكشر لينير هاي تحفظها اللي انا مختصماتها ست لاين شنو يعني هاي ست لاين طلع لك الاي 15 دخلها على الست لاين شطيك الاي اي واحد طبعا هنا ان مو اي ان واحد طلع لك الان 15 الاي المفروض بالست لاين شنو هي واحد زين اذا كانت الاي سالب 15 تدخلها على الست لاين ايش تطيلي تطيك واحد سالب واحد ليش هو على اساس هذا ايش يقول لك يقول لك الان اذا كانت اكبر من سالب واحد يعني سالبات شنو تاخذ سالب واحد اذا كانت الان اكبر اصغر من 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 واحد فهي واحد يعني شنو المختصر انا احفظها هيجي احفظها يقول اذا رقم بالسالب اخليه سالب واحد اذا رقم جاني طلع لي بالموجب اخليه واحد موجب واحد زين اذا طلعت لي بوينتات يعني شنو بوينتات يعني بين السالب واحد والواحد يعني شنو الارقام بين سالب واحد والواحد يعني صفر صفر بوينت فايف هذا شو خليله خليله نفسه يطلع صفر بوينت فايف واضح طه واضح استاذ زين بقيه البقيه ايضا نفس الشيء خلينا نرجع مثلا مثلا هنا عندك سيمتريك هارد ليميت شو تقول لك سيمتريك هارد ليميت تقول لك اذا الان اكبر من الصفر يعني شنو سالبات زين خليها سالب واحد اذا كانت موجبات موجب واحد هنا انا ما عندي بوينتات بينما هنا أنا لا هنا انا عندي بوينتات حتى تقدر انت من الرسم توقع عليها زين شوف هذه وهذه هذه اما بها واحد او سالب واحد هنا انا بها لا هنا شوف هذا الخط شلون يعني نقول هذا الله يسلمك الرسم هيج عندك مثلا هذا 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 يمثل كل بوينتات تمام بينما هو الواحد وين هنا أنا هذا الواحد هنا أنا هو هذا السالب واحد وهذا الخط شنو هو البوينتات بينما بال بالسيمتريك هارد ليميت لا خط عدل صاير لك هيك تمام كل يعني مار بالصفر بينما هنا أنا لا مو مار بالصفر عندك هذه نقطة عندك هذه نقطة عندك هنا أنا نقطة سالبات يعني مثلا إذا طلع لك سالب صفر سبعة ثمانية إذا بالسيمتريك هارد ليميت صفر زين لا هنا واحد إذا بالسيمتريك ستراكشر لينير زين تأخذها هي نفسها تطلع لك هي نفسها سالب صفر سبعة بوينت ثمانية أو صفر بوينت سبعة ثمانية تمام فرجان هذه يعني شوية شوية يعني هتحفظوها تمر عليكم استاذ العفو هسه احنا بس سؤال يعني هاي قبلها ما قلت السالب تكتبها موجب وهسه هذا الموضوع قلت ناخذ من الجدول السيمتريك ستريتنج لينير شلون راح نحدد كل موضوع وكل سؤال بانه هاي مالته الداله من الجدول شوف 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 وين محمد محمد هاي ثابته هاي ثابته لما اقول لك صمم لي اعطيتك مساله وقلت لك حلي هذه المساله بالهاب
فيلد نتورك. انت هنا تعرف بالهوب فيلد هذه الدائره مالتها اللي هي شنو سيت لاين انا اسميها اللي هي سيمتريك ستراكشر لينيا هاي ثابته. لما اجي اقول لك حلي بال هامي نتورك انت حافظ لي هذه الدائره. انت تعرف اول ده اول شيء بيور لينير وثاني شيء شنو عندي انت بوزيتيف لينير ثابته هنا مو انا اختار هاي انت المفروض تعرفها ثابته هذه بالدائره. واضح محمد؟ يعني استاذ من الشكل مال هذا الرسم مو من هو صح ومن الشكل بس هو ثابته هي الهامي نتورك مثلا ثابته اول شيء بها هنا شنو بيور لينير ثابت هنا هي ثابته هي الدائره مالتي يعني شلون تصميم دائره مثلا بالجهاز عندي هو ثابت يشتغل هذا الجهاز على بيور لينير زين. الريكرنت هي ثابته بوزيتيف لينير هاي ثابته هنا بينما بال ايش اسمها بالهوب فيلد ثابته انه شنو سيد لاين او سيمتريك ستراكشر لينير. واضح هي ثابته احمد محمد يعني العفو استاذ ياسر نعم بحيث اللي بالسؤال راح يتغير بس الارقام يعني كدائره تجي بس الانبوت راح يتغير الانبوت والويت والان هيك مو استاذ شوف انا بالسؤال يما انا شو راح اعطيك بس انبوت انت شو تحسب الويت والبي على اساس شنو على اساس الانبوت مارتن يعني البي 1 والبي 2 احسن بس البي 1 والبي 2 وكل شيء بعد ما يتغير البقيه كرسم دائره حفظ اي رسم دائره حفظ انت لازم تعرف شنو هي الفانكشن لما اقول لك هوم فيلد والخطوات والقوانين هم ثابته قلنا ان شاء الله المحاضره القادمه هناخذ امثله ونحل بيها. شكرا استاذ وين محمد همشي الا تقول لي وضحت لا. عندك لو لا نعم استاذ ان شاء الله وضحت يعني احفظهم ان شاء الله بس بعد ماكو غيرهم لا ماكو غيرهم زين خلينا نكمل انا اجي اشوف استاذ ياسر نعم عفوا تفضل استاذ هاي ان شاء الله مو راح تنزلها تسجيل المحاضره لان والله طفت الكهرباء كلش ما افتهمت من عندك ان شاء الله ان شاء الله هسه رجعت ان شاء الله ان شاء الله اجي قلنا نريد نصمم هذه الدائره شلون اصممها لازم احسب الويت والبي مالتي واضح زين شلون احسب الويت والبي شوف هسه هنا انا ايضا ارجع على والله ما احب هالكلمه كلمه الترهين زين شلون ايش قال لي الويت 0.200001.200001.2 البي 0.90 سالب 0.9 يجي تسالوني هاي شلون صارت زين شوف شلون صارت ايش قلنا الاورنج مالته هو شنو هو واحد سالب واحد بسالب واحد زين والابر هو شنو واحد بواحد بسالب واحد تمام هذا هو الانبوت مالتي تمام زين ايش قلنا اني اوجد بد ارقام يما اضربهم ذني اما يطلع لي هذا او يطلع لي هذا واضح شلون اوجد هذا اني تقريبا هذني الى حد ما هذني ثابته شو راح اسوي انا شوف خل اجي احل هنا انا هاي نانا طبعا هي ما موجوده اذا تريدون منها انزلها اذا تريدون كتبوها او لا تكتبوها هسه انتبهوا عليها ايش قلنا؟ قلنا هذا هو الانبوت مالتي زين شنو بي؟ بي اي 1 اي 2 اي 3 اللي هو شنو 1 سالب 1 شوف شو يجيني هنا زين ايش قلت انا الدبليو؟ دبليو ايش راح يساوي لي؟ يساوي لي هذا ليش هذا؟ هسه راح نشوف ليش هذا والبي ايش راح يساوي لي هذا؟ ليش هذا؟ وليش ذني الارقام بالتحديد هسه راح نشوف ان شاء الله شوف اجي هنا على السيت لاين هنا هاي شنو هي؟ هاي الدبليو خلينا نجي نكتب هذا هو شنو هو الدبليو وهذا هي البي
وهذا هو زين. اجي على السيدنا اضرب هذا في هذا شو يطلع لي؟ هيطلع لي هذا الضرب، اجمعهم ويا من ويا البي شو يطلع لي اخر شيء؟ هيطلع لي هذا. خلي نشوف هسه هنا انا ليش اختاريت ذني الارقام؟ اذا هنا انتبهوا وياي هسه راح اسالكم. شوف اذا هنا جت لاي واحد هي واحد، فش يصير؟ يصير صفر في 0.2 في واحد يطلع لي 0.2 زين، زائد 0.9 شو يطلع لي؟ 1.1 يعني شنو؟ موجبة. بالست لاين اذا موجب ايش قلنا؟ قلنا اذا موجب يعني يطلع لي شنو؟ واحد. فاذا اني شريد اريد اول رقم يطلع لي واحد، واول رقم يطلع لي واحد اوكي زين. ثالث رقم شو يطلع لي؟ سالب بسالب تمام. الثاني رقم مره اريده يطلع لي سالب واحد ومره يطلع لي موجب واحد تمام. قلنا الاختلاف احنا وين؟ بالتكستشر. مره واحد بي سالب واحد اللي هو روث، ومره سموث اللي هو واحد زين. هذا الاختلاف بيناتهم. فاني هنا اذا جاني مثلا واحد شو يطلع لي؟ 1.1 ليش يطلع لي صفر واحد؟ اذا مثلا جاني هنا أنا سالب. لا تسمح لي. نعم تفضل رويد. الفون مالتي حيطفي. بس ساعة تخلص محاضرات؟ يعني عن قريب ان شاء الله، كملنا تقريبا. استاذ حيطفي اذا اختفي يعني ماني رحت. يلا اوكي اوكي هو راح يسجل وانزله. ماشي تسلم استاذ. زين. فهنا أنا أول رقم هو شو يطلع لي مثلا؟ إذا هنا أنا سالب أو بوينت أو هيطلع لي صفر بوينت اثنين في سالب واحد هيطلع لي سالب بوينت اثنين، زائد أو بوينت ناين شو يطلع لي؟ اثنين ناقص أو بوينت سفن، أو بوينت سفن هي موجبة زين، هتطلع لي أو هاي بوينتات شو تطلع لي؟ هتطلع لي أو بوينت سفن تمام. فهنا انا اصلا هو ايش عندي؟ عندي موجبه، فش اريد تطلع لي؟ اريد تطلع لي موجبه. بينما اشوف السنانه اريد اول شيء تطلع لي موجبه، ثاني شيء يطلع او ثالث شيء يطلع لي سالبه. اذا اجي مثلا هنا 0.2 اضربها في مثلا خلينا نقول سالب واحد، جاني سالب واحد مثلا بالافضل شو تطلع لي؟ سالب 0.2 ادخلها على السيت لاين ايش راح تطلع لي؟ تطلع لي هنا انا عندي سالب 1.2 قلنا السالب شو يعطيني؟ يعطيني سالب واحد زين. اذا كان هنا انا موجب واحد شو تطلع لي؟ 1.2 شو تطلع لي؟ تطلع لي واحد تمام. فيعني القصد ليش صارت بهالترتيب؟ ان شاء الله هم هناخذ امثله وتوضح بعد اكثر زين. طبعا تقريبا هذه الماتريكس الدبليو والبي تقريبا ثابتات لنا، حتى هذني الارقام انت تقدر تاخذ نفس الشيء زين. اذا مثلا اجي هنا انا اجي اخر حد، انا اخر حد شو اريده يطلع لي؟ يطلع لي سالب. ليش؟ لان هنا سالب وهنا سالب زين. اجي ارجع عليه 0.2 هنا أنا شنو عندي؟ سالب واحد، وهنا أنا شنو؟ 0.9 سالب 0.9 هنا أنا شو يصير؟ يصير سالب 0.2 سالب 0.9 تطلع لي سالب. إذا ايش قال سالب؟ ايش قال سالب 0.1 1.1 شو يطلع لي آخر شيء؟ سالب واحد زين. خلينا نشوف هو المثال اللي هو ماخذه اللي هو اصلا محله. هنا انا جيت حليت لكم اياه. شوف اللي هو من هذا المثال قال لك اذا البي او الاي مالتي سالبات، وطلعت لي ذني النتائج. خلينا نشوف ذني شلون طلعن. انتبهوا وياي. يقول لك اف اي نوت ساوت لي هذا تمام. هذا هو شنو؟ اي واحد واي 2 واي 3 اللي هن وين هن ذني؟ هياتن تمام. اجي اعوض وين هذا؟ اعوضه هنا
لأي واحد، هنا عوضة وهذا عوضة، خلينا نشوف. هاي شوف هذا جيد هنا عوضته، هذا جيد هنا عوضته، وهذا الثالث جيت هنا عوضته. زين واضحة هذه؟ فأجي أضرب 0.2 في سالب واحد سالب 0.2 زائد 0.9 يطلع لي 0.7. زين نانا شو يطلع لي؟ 1.2. نانا شو تطلع لي؟ 1.1. زين هذا اللي كتبته. هذا شنو هو؟ شو يعتبر؟ هذا يعتبر اول اتريشن اللي هو وين طالعه هياته. تمام. طبعا هنا أنا. شوف طلعت لي بوينتات، احنا ايش قلنا بالست لاين؟ بوينتات شو تسوي لي؟ نفسها بوينتات. طلعت لي سالب رقم، شو يطلع لي؟ سالب واحد. سالب رقم ايش يطلع لي؟ سالب واحد. اذا كان موجب يطلع لي موجب واحد. واضح؟ زين اجي اكمل. هنا انا عندي اتريشن، قلنا الاتريشن شو وقت اتوقف؟ يمن رقمين يساوون، يمن اخر ناتجين يساوون. اكمل. هذا هو الدبليو. زين البي هو شنو هو؟ البي هو هذا. زين هذا دبليو ثابته، اجي اضربهم، اضرب واجمعهم ويا البي، طلعت لي شنو؟ شفنا انا موجب او 1.04. قلنا موجب يعني شنو؟ يطلع لي نفسه موجب. عندي هنا سالب، شو يطلع لي؟ نفسه سالب. ويطلع لي هنا سالب، يطلع لي هنا نفسه سالب. شو تقولون اتوقف لو لا؟ خليك اقارن، اقارن هذا ويا هذا. شوفي نفسه؟ مو نفسه، لان انا ايش عندي؟ 0.7. زين اجي اكمل. النوب هذا ايضا ادخله على على البي والدبليو. زين اللي هو نفس القانون مالتي. اجي صار عندي، صار عندي هنا موجب، هنا شو يطلع لي؟ موجب. هنا سالب، شو يطلع لي؟ سالب. هنا شنو؟ سالب، شو يطلع لي؟ سالب. زين اذا شو وقت شوف شلون هذا نفسه طلع لي هذا صفر. شوف شو توقفت يمن هذا، ساوت لي هذا. اذا ما سوالي اظل اكمل. زين ليش هنا انا اني ما توقفت؟ لان هذا وهذا ما مساويين. زين بينما اخر اثنين اللي هو الاي 2 والاي 3 هو تساوى. تمام. طلاب هذه هي كل ما يخص محاضرتنا. ان شاء الله المحاضره القادمه عندنا امثله هنا أنا. ماخذ البنانا وال بنسبل. زين حنحلهم ذن الامثله هنا انه اكسرسايز، بس انا راح احلها لكم شوي راح توضح لكم بعد اكثر واكثر. استاذ ياسر العفو، اذا امكن المثال هسه هذا الاخير شبه وضح لنا الامور كلها، اذا امكن اعاده بسيطه. شوف هاي عادة بسيطه استاذ بلا زحمه، يعني الامثله بالمحاضره الجايه ان شاء الله. لما لحق المحاضره اليوم نكمل. زين استاذ اقدر اغادر بلا زحمه عليه؟ اي عادي اخذ راحتك. يعني حضور ماكو تسجيل حضور استماره؟ هو ماكو حضور، لا مو قصدي ماكو حضور، هو البرنامج يسجل. شوف انا هو البرنامج هو اسجله اوتوماتيكي، مو انا اللي اسجله. شكرا استاذ عيني، شكرا. تمام يلا. شوف عيني احمد، عندنا بال قلت لك اعطيتك انبوت وقلت لك صمم لي دائره. تشوف مثلا هنا أنا. مثلا هنا أنا. ان شاء الله بالمحاضره القادمه نعطيك انبوت. شوف هذا بي 1 وبي 2. شو يقول لك؟ يقول لك حل الدائره بالبيرسيتران. زين حل لي هذا الانبوت، العفو الدائره، هذا الانبوت حل لي اياه بالهامج نتورك، وحل لي اياه هذا بالهوف فير نتورك. شوف يشرح، يجيك السؤال. زين انا اجي بالبيرسيتران اعرف شنو هي الخطوات، انه اوجد خط فاصل بيناتهم. زين عن طريق الرسم، هي البيرسيتران بالرسم حتى حساباتها قليله. زين الهامج نتورك، اجي على الهامج نتورك، انا شلون احسبها؟ انا اجي حافظ الهامج نتورك، هذه هي الدائره مالتي.
اللي يبيها شنو تو لاير اوجي شنو اوجي دبليو 1 وبي 1 وعندي دبليو 2 اوجتهم واضربهم وادخل على الريكرنت. قلنا شو وقت انا اتوقف بالريكرنت؟ الريكرنت اتوقف به عندما يساوي اخر رقمين، يعني سويت اتريشن الاول ايش قد طلع لي؟ طلع لي 100. اتريشن الثاني طلع لي 200 اتوقف؟ اقول لا ما اتوقف. اتريشن الثالث طلع لي 500 اتوقف؟ اقول لا ما اتوقف. اتريشن الرابع طلع لي 500 اها اتوقف. ليش؟ لان اخر رقمين طلع لي مساويات. تمام زين، قلت لك حل اياها بالهوب فيلد. الهوب فيلد هذه ايضا الداره مالتي ايضا حفظ ايضا شيء اوجد هنا أنا فقط اثنين عندي اوجدهن اللي هي الدبليو والبي. زين الدبليو هنا شلون؟ لا أنا قلنا هذا على اساس هذا شلون اختارهن ذني؟ زين على اساس الانبوت مالتي نقدر نقول مثل يعني تراي اند ايرور، اقعد اجرب ارقام عما يطلع لي. طبعا هنا انا مو شرط انه بوينت 2 ممكن 0.1 يرحم لي يرحم 0.5 يرحم. زين وكذلك وضحت وضحت شكرا استاذ تعبنا. لا لا بعد خلي اكمل هذا اخر شيء. شوف هسه هنا شوف هسه هنا انا مثلا بالست لاين اجي ادخل الانبوت مالتي وين هسه انا عفوا هذا عندي مثلا الانبوت هذا كلها سالبات زين اجي ادخلهم هنا أنا. جيت 0.2 في سالب 1 زائد 0.9 تطلع لي 0.7 زين هنا أنا شيء يطلع لي 0.2 1.2 عفوا هنا شيء تطلع لي 0.2 في سالب 1 سالب 0.2 سالب 0.9 طلع لي سالب 1.1 سالب بالسالب هذا هي زين هذا طلع لي شنو هذا يعتبر النت مو اخليه نفسه هيجي لا ادخله على الست لاين. الست لاين شو تقول لي؟ تقول لي اذا بوينتات نفسين تخليهن اذا سالب تخليه سالب واحد اذا موجب تخليه موجب واحد. تمام طلعت هذا الاي الاولى. الاي الثانيه شلون؟ نفس هذا اللي طلع لي ادخله ايضا على نفس الويت وعلى نفس البي ما غيرت نفس الويت ونفس البي جيت حسبت طلع لي واحد سالب واحد سالب واحد تجي هنا انا اقول اتوقف اقول لا ما اتوقف. ليش؟ لان هذا مو نفس هذا. اجي اكمل ادخل هذا اللي طلعته الاي 2 على نفس الانبوت على عفوا على نفس الويت وعلى نفس البي زين طلعت الناتج اخر شيء طلع لي؟ طلع لي هذا الناتج. اجي اقارنه باللي قبله نفسه اي نفسه اذا اتوقف. تمام جزيل الشكر استاذ ياسر. طلاب ادري شويه المحاضره يعني شويه بيها تفاصيل جديده ان شاء الله. قلنا المحاضره القادمه اكو امثله هنا زين اللي هي وراح نحلهن وايضا راح اخذ مثال عن المحاضره السابقه زين وايضا راح نحلهن ان شاء الله. زين ان شاء الله المحاضره القادمه راح توضح الامور بعد اكثر لكم. تمام اكو احد عنده اي استفسار استاذ ياسر؟ نعم احمد. الهوب فيلد نتورك استاذ ما لقينا لها الويت والبي يعني هذا قلنا ترهيم يعني شلون احتماليه اي احتماليه تراند اند ايرور هذا الاختلاف عند النيتش. نعم ان شاء الله هسه لما ناخذ مثال جديد هسه راح توضح الامور بالتفصيل شلون راح نحل. اي تمام تمام استاذ شكرا عين استاذ ياسر. العفو. اكو حد بعد عنده اسئله؟ يعني شباب مشكور تمام والله بتقدرون تاخذون راحتكم هسه وشكرا جزيلا.